بعيدا بقى عن لقاء القمة 120 اللي انتهى بفوز نادي الزمالك ب3 أهداف لهدف واحد في لقاء الأهلي والزمالك في القمة رقم 120، تعالى بقى نبتدي مع حضرتك ونتكلم عن مشوار حضرتك مع كرة القدم، ونسألك بقى ابتديت ازاي ومين اللي اكتشف فيك الموهبة؟ طبعا هريك من عيلة كروية جدا. بصي، أنا ابتديت الكورة سنة 72 في الإمارات في نادي الخليج العربي. كنت مع الوالد في السنة دي بالذات، كنا رايحين الأولاد يعني أخواتي، وكنا كلنا مقيمين مع الوالد في الإمارات، نادي الشرق. ولعبت وابتديت أمارس ال كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي يعني سنة ساعتها 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين، 10 سنين. فلعبت في المدرسة ورجعت من هناك على مدرسة الكرة في نادي الزمالك بعد الموسم ده، وابتديت أتنقل في قطاع الناشئين، بس كنت أقل لعيب فيهم جسمانيا وأقل لعيب فيهم لعبا، يعني أنا ما كنتش من اللعيبة الأساسيين في الناشئين، يعني كنت دايما أبقى الاحتياطي نمرة 3. جسمي كان قليل شوية، عشان كده لما جالي 17-18 سنة، وصلت سنة 17 فرق جسمي وحصل نمو تاني فطولت، فحصل ان انا لما ابتديت العب مع زمايلي ابتديت اخش في المنافسة بشكل كويس. كابتن احمد رفعت والكابتن ابو رجيلة، الله يرحمه طبعا، كابتن احمد رفعت وكابتن ابو رجيله وكابتن فاروق السيد ربنا يديله الصحه. كابتن فاروق السيد كان ماسكني في قطاع الناشئين، فكان عنده معلومه عني. فقال لهم نشوف هشام ممكن يبقى يجي منه. فاخذوني سفريه. فين؟ زي ما تقولي كده، كان في 5 لعيبه طالعين مجامله لل مع الفريق، او 5 لعيبه مش مجامله، اللي هو يعني رجل اعمال متكفل بيهم ان هم يطلعوا عشان يشوفوهم مع المجموعة اللعيبه اللي كانوا مسافرين. كان ساعتها في 6-7 لعيبه كانوا في منتخب مصر ما جوش، وكان في 17 لعيب من بالمجموعه القديمه، فاضافوا عليهم 5 اللي هو كنت انا واحد منهم، فاخذوني معاهم على سبيل التجربه، هتمرن شويه وبتاع وكلام من ده، لو ما طلعش كويس يبقى جملوا الكابتن يكف ان هو سفروني وبتاع وكلام من ده. سافرتوا فين؟ سافرتوا فين؟ رومانيا. رومانيا كان رومانيا كان الكره فيها عنيفه شويه فلما وصلت هناك اول يوم وصلنا فيه عي جمال عبد الله اللي هو اللي كان بيلعب مساك في الوقت ده موجود، فمش لاقيين حد. انا كنت رايح باك رايت، وكان في محمد صلاح الكبير اللي هو كابتن محمد صلاح، محمد صلاح الصغير ده كان لعيب برضو، وانا كنت الباك رايت الثالث، فمش لاقيين سيرد باك غير كان في لاعب معانا كابتن هاني عباده والكابتن جمال عبد الله. فجمال عبد الله عيه ومش لاقيين سيرد باك، فقالوا ايه نحط هشام نجربه يلعب سيرد باك. فوجئوا بالمستوى والاداء والعنف اللي انا كنت فيه، مش عنف او بمعنى اصح الرجوله اللي هو الاداء بقى، القوه في الاداء، قوه الانقضاض على الكوره وبتاع، وكسبنا المباراه. ففوجئت بان هم بيلعبوني الماتش الثالث والرابع اساسي، ومن ساعتها دي كانت بدايتك الحقيقيه. دي كانت البدايه اللي هي ما كنتش متوقعها، يعني حتى هم ما بلغونيش بان انا هتأيد، الا لما وصلنا المطار طلبوا مني اجراء الـ عشان امضي وكلام من ده، فانا كنت ماضي في نادي دمياط معاهم 3 اشهر بس، كنت رحت كده 3 اشهر، فما لقيتش النظام هناك عاجبني، يعني اختلاف الحياه ما بين هنا وهناك، فقررت ان انا بطل كوره كان ساعتها. يعني حضرتك كنت مسافر وانت اصلا واخد قرار انك مبطل كوره؟ بالظبط. فسبحان الله كان عندي فرصه لما جيت هنا مصر كان لازم امسك فيها بايدي واسناني، بس الهجوم اللي انا اخدته في اول مباراه ليا محطوط في مع الفريق كاحتياطي كان تاني مباراه ضد، كان ساعتها المحله، فلقيت الجمهور كان بقى سعيدك بلاي. دي كانت تاني مباراة لحضرتك مع نادي الزمالك؟ لا، أول مباراة. دي كان أول مباراة أقعد معاهم احتياطي. فقمت أسخن
لقيت سعيد الجداي اتعور في دماغه فعملوا له خياطه، فقمت اسخن مكانه عشان انزل العب. فلقيت الجمهور من ورايا كله هجوم عليا بطريقه صعبه جدا، وقعدوا زي ما تقولي مثلا ايه ده وعشان خاطر يا كان وعشان بتاع ومين ده ده من غير ما يشوفوك. من غير ما يشوفوني هم لحد دلوقتي ما شافونيش قبل كده غير ان انا لعبت في رومانيا. في رومانيا فما حدش شافك اصلا، وكان شايفيه بس بقى اللقاءات دي، فما حدش عرف عنك حاجه، كله يعرفون حضرتك ابن كابتن. هي كانت مفاجاه، وكابتن احمد رفع وكابتن برجيله كان عامل لنا مفاجاه للجمهور، يعني ان انا ابقى. لكن هي كانت بالنسبه للجمهور مش مفاجاه ساره خالص. بالظبط. فرجعت لقيت نفسي بسخن، فلقيت الجمهور كله قاعد بتاع، فطبعا اتأثرت جامد جدا. فراح كابتن ابو رجيله شددني وقال لي ايه اقعد. فقعدت طبعا كنت حزين جدا، و لعبنا لغايه ما جه سادس مباراه. يعني جيت فضلت قاعد احتياطي من لا اول ما لقاء. ما عدنيش طلعوني. طلعوك بعد كده؟ ما بيدخلكش في السكور اصلا. بالظبط. فلقيت نفسي محطوط في مباراة المصري في بورسعيد، كان اللي هو سادس مباراة في الدوري. فحطوني لأن بعد الماتش ده كان لازم نلعب الصفاقس في أفريقيا، فكانوا محتاجين يريحوا اللعيبة. بالظبط. فجينا ماتش المصري، فوجئت الساعة 12 بالليل، الله يرحمه كابتن إبراهيم يوسف كان زميل معايا في الغرفة. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي هشام أنت هتلعب بكرة. قلت له إيه؟ محدش. انت فاكر نفسك رايح تقعد برضه احتياطي؟ لقيت نفسي ده انا هلعب قدام مسعد نور الله يرحمه، نجم كبير جدا، وكان صعب ان انا يعني حد يمسك اللاعب ده. فكشيت بقى. فلقيت كابتن ابراهيم بيقول لي هشام ما تخافش انا عارف هو بيعمل ايه، هقول لك قعد بتاع، شرح لي على موقفين ثلاثه هو بيعملهم. قال لك على نقط القوه والضعف. ما نمتش طول الليل. قعدت بقى منتظر ان انا الماتش يجي، وخايف بقى خوف، وقلت دي نهايتي ودي ما اعرفش ايه. المهم نزلت المباراه، لان اكيد حاطط في دماغك اللي حصل مع الجمهور في اول لقاء. بالظبط. الموضوع كان صعب جدا، يعني يعني الاحساس ان انا نازل هلعب على نجم كبير، اول مره هلعب مباراه قدام المصري بورسعيد اللي هو تاني دايما اللي رايح هناك مفقود. صحيح. ودي بطاقه دخولك او خروجك بقى من النادي. بالظبط. فرحت لعب المباراه، ربنا كرمنا وكسبنا الماتش. وانا راجع في الاتوبيس طبعا انا قلت بس ايه يعني احنا هنوصل، ما كنتش لسه شفت اجواء، انا ما اتفرجتش على اجواء جماهيريه قبل كده يعني غير الجمهور البورسعيد لما حضرت الماتش. واحنا راجعين جمهور نادي الزمالك كله كان جوه نادي الزمالك. استقبلك ازاي بقى؟ لقيت اللعيبه نزلت من الاتوبيس كلهم قالوا بتاع فلان 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 يا فلان. انت طبعا بتقدم رجل وبتاخر رجل. لغايه ما جيت انا نزلت على السلم ولقيتهم بيشيلوني عند السلم من الحب. لقيت ان هم بيشتموني. كانوا قاعدين ورايا وانا كنت عارفهم شكلا كده. فلقيتهم هم اللي بيشيلوك. يا كان يا كان يا كان يا كان يا مالك. قدمت يا كان بقى اوراق اعتمادك لجمهور نادي الزمالك في اللقاء ده. هي دي المباراه اللي ايه اللي ادتني الدفعه الاولانيه. وفوجئت لقيت نفسي الجمهور كله بيشيلني لغايه جوه النادي، حاططني على الاعناق، وبدي اول مباراه العبها في حياتي. صحيح. فدي كانت بدايه حضرتك مع جمهور نادي الزمالك، وبدايه بقى عشق جمهور نادي الزمالك الكابتن هشام ياكل.